رئيس الوزراء يتابع الأعطال التقنية العالمية المتسببة في مشكلات أثرت على عدة بلدان، ويوجه بتشكيل خلية أزمة للوقوف على التداعيات والتعامل معها. وزارة الطيران تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأعطال الفنية العالمية، ومصدر حكومي المنظومة المصرية آمنة ولم تتأثر بالهجمات السبرانية. نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يطلق الخدمة الصحية لمهرجان العالمين الأحد المقبل، وإتاحة كل أشكال الرعاية والمبادرات الرئاسية للزوار. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن حصيلة جولاتها الترويجية في العام المالي الماضي بواقع 218 مشروعاً واستثمارات إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار. الأردن يستدعي سفير هولندا في عمان احتجاجاً على تصريحات البرلماني المتطرف جيرد فيلدرز المنحازة لإسرائيل ضد الفلسطينيين.